سبحان الله فيما خلق. سمكة شكلها سبحان الله غريب وعجيب، إذا كانت بتلفق نفسها طبعا. دي من الأسماك النادرة جدا يا جماعة اللي ممكن تلاقيها في البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الديل عامل زي ما يكون شوكة بتاعة المطبخ. حطها على كف ايدك كده اهي يا جماعة. حبيت اعرفكم بشكلها، ولو شفتوها انا بصراحة ما جربتش طعمها، لكن بقول لكم دي سمكة من الأسماك النادرة اللي ممكن تحب تتفرج عليها مش مهم تاكلها. المعلومة الجديدة اللي انا عرفتها من صاحب المحل ان السمكة دي جاية في صندوق المكريل المستوردة، يعني مش مصرية. السمكة دي ليست مصرية، جاية في صندوق المكريل يا جماعة. اه بقى كده افتح بقى على اخر كده يا محمد. سبحان الله فيما خلق.